حياة نشاط يومي مكوكي من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا يسعنا إلا أن نقدم كل التحية والتقدير لسيما على هذه المتابعة القريبة والمستمرة لأحوال المواطنين. كمان كل التحية والتقدير لسيدات وبنات مصر الجدعان. لسه مستمرين مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه مجموعة من الرسائل الهامة حول تجديد الخطاب الديني، وقال سيادته إن في ثوابت في الدين لا تتغير ولا يمكن أن نتناقش فيها، لكن يمكن مناقشة أمور فقهية لتتناسب مع التطور الحضاري. عشان نكون منصفين، اوعى تعتقد ان تحقيق اهدافك في تجديد او تصويب الخطاب الديني او بناء الوعي امر ممكن يتحقق في خلال سنة او اثنين او ثلاثة، بغض النظر عن الادوات اللي هتستخدمها ومدى كفاءة هذه الادوات. ليه؟ انت بتتعامل مع البشر، والبشر في فرق كبير أو انك انت تتعامل مع طفل صغير، انك انت تتعامل مع شاب او راجل كبير او شابه او ست كبيره، لان الانسان لما بيكبر بيبقى فرص التغيير بتبقى صعبه، لان يعني هنا مش الموضوعيه والمنطق فقط اللي بيحكموا المسار في تغيير او في بناء الوعي. لكن هو النقطه المضيئه في الموضوع ايه؟ ان المصريين خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، مش السبع سنين، العشر سنين اللي فاتوا، كانت في فرصة عملية، كان في تجربة عملية، كان في خاضوا تجربة يعني شئنا وأبينا احنا دخلنا فيها، وبالتالي هم طلعوا منها بدروس ما لم يتم وضعها من قبل مخططين. يعني ما نقولش ان احنا كمسؤولين عن الدولة حطينا استراتيجيات وكلام في هذا الموضوع لبناء هذا الحجم من الفهم وعدم الانقياد الأعمى للدين. أنا بتكلم مش بس على المسلمين، أنا بتكلم على المسلمين والمسيحيين في مصر. صحيح. النقطة دي جت منين؟ جت من الحالة اللي اتشكلت بعد 2011. وحجم التطرف والإرهاب والثمن اللي مصر دفعته، سواء من مواردها أو من ولادها وبناتها، الناس اللي استشهدت، الناس اللي أصيبت، الأسر اللي فقدت أولادها. فكل الكلام ده والإعلام كان بيقدمه بتجرد، يعني بدون انحياز ضد اللي بيعملوه حتى، لكن بيقدمه للناس شوفوا. فده في حد ذاته شكل حالة أتصور إنها يمكن موجودة في مصر، يمكن بالذات بنسبة كبيرة قوي، هي فكرة الميل للدين بشكل يعني مطلق بدون تفكير. أتصور إنها تراجعت في مصر، وده هدف كان ممكن ما قدرش اي رئيس قبل كده يعمله، وانا ما عملتوش، ده عملته الحاله المصريه. فنرجع بقى الخطاب الديني الهدف منه ايه؟ انا عايز اقولها لك وارجو ان الناس كلها تسمعها مني بشكل مبسط جدا. يا جماعه، اللي عمل الدين ربنا، واللي عمل الوجود ده بتطوره برضه ربنا. هل تفتكروا ربنا هينزل دين؟ الدين ده ممكن يصطدم مع التطور الحضاري والانساني؟ لو ده حصل انت كده بتسيء اساءه كبيره جدا للخالق العظيم. لا ابدا، ربنا عمل الدين، والدين ده قابل ان هو يعني يتشكل يتطور. ايه؟ احنا بنتكلم في عقائد، هو لا اله الا الله مش هتتغير، محمد رسول الله مش هتتغير، الصلاه مش هتتغير، الصيام مش هيتغير، ثوابت الدين لا يمكن ابدا حد يناقش فيها. ولكن فهمك لاوضاعك، التحضر الانساني اللي بيبقى جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، انت عايز تعمل معالجه وفهم لامورك الفقهيه في اطار التطور الانساني اللي حصل، بس كده، عشان ما تصطدمش، لانك انت الاوائل تصدوا لهذا الموضوع، ولما تحركوا فيه عشان يناقشوا قضايا عصرهم وجندوا فهمهم وحطوا الفقه استخدموه لحل مسائل عصرهم. احنا للاسف ما رضيناش نعمل كده، فجبنا ثوابت او ثقافه موجوده بتاعت 500 و1000 و1200 يمكن، وخدناها وبنتعامل بيها مع قضايا دلوقتي. احنا مش احنا بنظلم الدين،
وبنظلم الفهم وبنظلم من غير قصد حكمة الحكيم، حكمة ربنا. ربنا عمل الدين يا جماعة، عمل الدين المسيحي والدين اليهودي وكل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل، وعمل والحضارة اللي احنا فيها دي بتاعت ربنا، واحنا كبشر من أدوات فيها، بس احنا من كتر ما ألفناها تصورنا ان احنا اللي عملناها. لا لا، هو ذاك العقل وهو اللي يعني بيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الإنسان هيعمل إيه جيل بعد جيل بعد جيل. لو اصطدموا الاثنين مع بعض ده مش عيب الدين، ده عيبنا احنا في فهمنا للدين فيما يخص خطاب الدين. طب انت خايف من ايه؟ يعني اهل الشرائع واللي هم العلماء خايفين من ايه؟ الدين مش هيضيع، الدين مش هيضيع ابدا، لان ده ربنا سبحانه وتعالى ده رسل وكتب ربنا نزلها وحافظها لغايه يوم القيامه. فاللي انا بس عايز اقوله، لو احنا ما خفناش وتصدينا لهذه القضايا، وزي ما بنقول كده ان اصبنا فلينا اجرين وان اخطانا فلينا اجر واحد. يا ترى احنا كعلماء دين مستعدين لكده ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان زي ما بقول في كانوا برضه الاوائل بيدرسوا الدين ضمن مناهج الحياه، يعني ضمن العلوم الاخرى. فكان قدرتهم فهمهم للدين جاي في اطار رؤيه شامله للواقع والدنيا اللي هم بيعيشوا فيها. فكان قدرتهم على الاستنباط وعلى ان هم يعني يصدروا احكام كانت متسقه مع الواقع اللي هم بيواجهوا فيه. احنا هنا بيبقى الدين فقط احكام فقط بندرسها دون ان تكون الامور الحياتيه والانسانيه اللي موجوده داخله في بنائنا الفكري، وبالتالي قد تصطدم من غير ما نقصد. يعني ده فيما يخص الخطاب الديني.